نكتة بألف درهم مسابقة رمضان مع سعيد النصري. أخواتي إخواني مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أو المسابقة ديالكم نكتة بألف درهم. مرحبا بكم وشكرا على المشاركة ديالكم. ونتمنى من الله أن هذه الحلقة حتى هي تعجبكم، وما تنساوش أبوني وصوتوا بكثرة على هاد الناس وشجعوهم. شكرا لكم. ما كرهناش دابا ان شاء الله، لان من بعد هذه المسابقه ان شاء الله اللي دايرينها للهوات غادي نديروا مسابقه خاصه بالمحترفين، يعني غادي نشوفوا واحد المسابقه ديال الفنانين بروسهم هما يقدروا يعاودوا لنا نكته ونشوفوا شكون اللي غادي يفوز. وبيان سور غادي نعطيهم جائزه كبيره، وديك الجائزه الكبيره غادي نطلبوا منهم انهم يصدقوها ما ياخذوهاش، يعني واحد المبلغ ديال الفلوس اللي غادي يكون كبير، ولكن الفنان ما ياخذوش، خصو يصدقوا. هذه هي الفكره ان شاء الله اللي غادي تكون من بعد رمضان ان شاء الله، واللي غادي نمشيو بها ان شاء الله طيله السنه، لان بانت لي هذه الفكره ديال النكته ان الناس كيستافدوا، والناس حتى هما اللي ما عندهم شيء حتى هما كيستافدوا. دابا بغينا الناس اللي ما عندهمش وما في حالهم شيء انهم يستافدوا اكثر من عند الفنان. فلهذا ان شاء الله الحلقه اللي غادي تكون الحلقات اللي غادي يجيو من بعد رمضان ان شاء الله غادي يكونوا حلقات خاصين بالمحترفين بالفنانين الكبار ديالنا اللي هما اللي غادي نديروا لهم مسابقه ويعاودوا لنا نكته ونشوفوا شكون هو الفائز، والفائز نتوما اللي غادي تصوتوا عليه بطبيعه الحال. هذا واحد خينا موظف رشيوي بزاف وعنده جوج ديال الاولاد، جاوا ساقطين في امتحان بجوج، واحد جاب معدل قل جاب 9 على 20 والاخر جاب 7 على 20. واش النتيجه ديال داك مول 9 على 20؟ شافها هو يغضب وناض بقى عليه بالبانط وكيضرب فيه وامه كتفك هو كيعطيه في العصا، وبعد استعف وبعد استعف الدنيا كيكوت وبا العام الجاي نجح بعد استعف الله يديك با شبع فيه دكو وخوت على الثاني جاي كيترعد عطاه النتيجه، حل النتيجه لقى جاب 7%، عاود سد النتيجه قال لي ولدي ما كاين مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، الا ما نجحتيش هذا العام نجح العام الجاي، وإذا ما نجحتيش العام الجاي تنجح العام اللي من بعد منه، يلا سير ولدي تبارك الله عليك. الأم بصراحة قالت لي حرام عليك كدير هذا الفرق بين ولادك. والخو يعيط على خو قال لي اجي كيفاش انت اللي جبتي قل مني 7% 7 على 20 وما ضربكش، وانا اللي جبت 9 على 20 ضربني. قال لي راه درت لي 50 درهم وسط النتيجة. قال ويلي الطماع. نكتة بألف درهم مسابقة رمضان مع سعيد النصري. السيد كيبان لي سبيراتور في الحومه كيجي كيبقى يقول سبيراتور سبيراتور سبيراتور، شاف بلي طريقه ديال البيع هذيك ما سلكاش، قال اي بدل طريقه ديال البيع ديالو، بقى كيدق على الديور. المهم مشى لواحد الدار هو يدق، خرج عنده مول الدار ان شاء الله فتح له الباب ويتسرطو يدخل وسط الدار، دخل الصالون شبر واحد الشكاره تبن وترشف وسط الصالون. قال له شتي هاد سبيراتور ديالي؟ اذا ما جمعش هاد التبن كامل انا ناكلو. جا مول الدار قال له باش بغيتي دوزو بكوكا ولا بالماء؟ قال له علاش؟ قال له حيت الدا وخاسر. هذا واحد التلميذ جاي للمدرسه معطل، قلت له استاذه علاش جاي معطل؟ قال لي راه بابا كان تيضرب ماما. قلت له باباك تيضرب ماماك وانت مالك؟ قال لي كان تيضربها بالصباطي. هذا واحد التلميذ كسول العام اللي جا كيلقى راسو ساقط، الاستاذ ديالو بغى يتعاون معاه قال لي غادي نعطيك النقطه باش تنجح وانت غادي تبقى طيب ليا الغدا كل نهار. قال لي التلميذ كسول صافي واخا. التلاميذ الاخرين كيدخلوا كيحضروا الدرس ديالهم والتلميذ كسول كيطيب الاستاذ الغدا. واحد النهار جا المفتش على غفله، دخل القسم جلس اللور جلس حدا هذاك التلميذ الكسول. الاستاذ كيلقي في الدرس كيطرح الاسئله على التلاميذ، كيبداو التلاميذ ساد 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 كيجاوبوه كيقول لهم حسن جدا، ساد 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 كيجاوبوه حسن جدا. واحد الوقيته طرح السؤال وداك التلميذ الكسول حتى هو بدا مع التلاميذ ساد ساد ساد، وداك الاستاذ هو يقول مع راسو هذا اللي عطيتو جواب غيكحل عليا مع المفتش، عمرو حضر حتى الدرس العام كامل. صافي هذيك دار براسو ما شافوش، عطى التلاميذ المشاهدين يجاوبوا، عاوتاني طرح سؤال ساد 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 وتلميذ كسول حتى هو ساد ساد ساد. المفتش هو يقول الاستاذ قال لي التلميذ حدايا مقبله هو كيقول ساد ساد ما عطيتيهش فرصه باش يجاوب. قال لي اييه صافي نعطيه باش يجاوب. قال لي جاوب ولدي. قال لي استاذ راه من قبيل وانا بغيت نقول لك واش هاد السيد غادي يبقى معانا باش نديرو بحسابو الطاجين ولا لا. هاد واحد كانت هاد الابطال ديال السباحه، واحد اسباني واحد فرنسي واحد مغربي، تخاطروا شكون اللي يقطع البحر من المغرب اسبانيا. جا المغربي قال لهم شو
انا نتاكد مزيان غنسبقكم على هذا، غنعطيكم 500 متر تسبقوني ونلحق عليكم ونفوتكم. ناضوا هما بالزربه جاو بسلون الماء، الفرنسي قال الى مارسيليا مشى، تبعوا الاسباني قال الى سيفيا مشى، قال المغربي كيشوف فيهم كيضحك جمع داك الحويجات وعملهم على كتاف وقال لهم الى الجوطيه. هذا واحد السيد سافر لواحد المدينه اللي مده هذه ما مشى لهاش. ملي مشى لديك المدينه كان واحد صاحبه عيطو في التليفون قال له انا فلان راني هنايا، هذاك صاحبه قد ضيفه وداه للدار هي هذيك، وهو ما باغيش ما عندوش مع الضيافه وداك الشيء. المهم رغم ذلك دا صاحبه مع الدار، ما جوه العشرة دلوا بالردات هاي شربوا اتاي هي هذيك قوي يهضروا هي هذيك المسائل. جات 12 ولا الوحده ديال لابريميدي دالو بالردات هي عاوتاني، هي هذيك مشاو نعسو داروا شويه لا سياست، من بعد ملي ناضوا مع جوه العصر دالو عاوتاني بالردات هي، ما حط والو لا ماكله معاها لا حرشه لا مسمن لا والو. هذيك هي جليل، ملي جليل قال مول الدار قال لصاحبو الضيف قال له اشنو واش نقدموا العشاء ولا اتاي، هذاك مسكين قتل الجوع بطسي نورمال، قال له نقدموا العشاء، قال له وانا نقيم الصلاه. نكتة بألف درهم مسابقة رمضان مع سعيد الناصري. واحد السيد جا من الخدمة جا للدار لقى مراتو ما دايرهاش ليه الغدا، هو يتقلق ويمشي ينعس ويجى عنده، قلت له راجل عزيز ياك ما دايرك سي ماساج، قال له لا دقشو. قال لك هذا واحد الولد مكلخ ايامات ديال العيد كبير عطاتو يماه شي تشفاري، قالت له هاك دي هاد الشفاري طحنهم، ارانا مشى عند ديك السيد اللي كيكون كيدور بين الدروبه بين الزناقي كتكون عنده واحد الرويده كبيره كيطلع فيها باش كيطحن ديك الشفاري. جا عنده قال له السلام عليكم الشريف شحال طحن لي هاد الشفاري؟ جا ديك السيد قال له 10 دراهم، قال له صافي هاك طحنهم. جا ديك السيد وقف ديك الرويده هايده وطلع باش غادي يطحن له الشفاري، جا ديك الولد قال له أشرف واش هنركب موراك نمشي معاك ولا نستناك هنايا حتى تجي؟ هذا واحد الراجل صحيح ديما كيمشي عند مول الحانوت تيقول ليه السلام عليكم عطيني واحد كوكا ولا دابا معاك، كيبان لي مول الحانوت صحيح كيقول هذا غادي يضرب لنا واش حاجه كيعطي ديك كوكا بلا فلوس. واحد النهار داك مول الحانوت طالع عليه الدم و تيجي عندو داك الراجل صحيح و تيقول ليه عطيني واحد كوكا ولا، و تيقول ليه مول الحانوت طالع عليه الدم قال ليه ولا شنو؟ قال ليه ولا فانطا. عندي واحد المرا كتكذب اسيدي بزاف، جا ولادها قالو لا الوالده كترات في كدبان دوا العمره على الله عسى تمشي حاجه، داوها العمرة سيدي ملي جات تلاقوها في المطار قالوا لا ايوا الوالدة كيف دازت العمرة، قلت لهم غا اسكت اوليدي وقفت بين الطيارة في السما نزلنا كاملين ندفعوها. هذا واحد السبيطار ديال الحماق خرجوا كاع هذوك الحماق اللي فيهم الشانتي باش يشوفوا شكون اللي ولا بعقلو، هما يقولوا لهم اللي تلكا شي طوموبيل عاجي نعطيوها طريفة ديال ماروخا، كلشي خرجتي تدكا الطونوبيل كلشي تيتشتت إلا واحد تيراوغ في الطونوبيل راوغ من هنا. المهم قالوا ليه هذا مول العقل، لا عندو قالوا ليه علاش تراوغ نتا في الطونوبيل؟ قال لهم كنتسنى الفرصة لشي يرموك باش نتشباك هي. قبل ما تخرج ما تنساش أنك دير الشراء وتفعل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد في أعمال الفنان سعيد نصيري.